اول حاجه فيديو ماشي للمبتدئين، يعني الا بغيتي تتبع معايا خاص تكون عندك الاساسيات ديال جافا سكريبت وخدمتي بها مشاريع صغار. نبداو. الا افترضنا بانك خدام في واحد الاب ديالك وفي هذا الكود بيز ديالها عندك واحد المجموعه ديال ديبندنسيز انستاليتيهم ب ان بي ام. من بين هاد ديبندنسيز باكيج سميتو كالكوليتر جي اس اكزامبل. هاد الباكيج احتاجيتيه باش دير به الجمع طرح الضرب والقسمه. لطرح هنايا بانك احتاجيتي خاصيات وحده اخرى اللي ما كايناش في هاد الباكيج الاصليه، اللي هما بالتالي الباور اكسبوننت وموديلو، باش دير حساب من نوع خاص اللي كتعني انك بغيتي هاد الخاصيات تكون جزء من هاد الباكيج باش تخدم بهم نتايا من بعد. سؤال مطروح هنا، كيفاش غادي تزيد هاد الخاصيات باش يوليو جزء من اللايبراري؟ وهنا فين غادي يجي الدور ديال المونكي باتشين. اشنا هو المونكي باتشين؟ المونكي باتشين هي واحد التكنيك اللي كتخول لك انك اما تزيد تموديفي ولا تحيد واحد الخاصيات اللي كاينه ديجا في واحد اللايبراري خدام بها في الران تايم. مثال بسيط على الران تايم. الران تايم باختصار هي ديك البيئه فين غادي تاكزيكوت هذاك البروغرام ديالك، وكل لغه برمجيه عندها واحد البيئه خاصه بها. حنا هنايا كنهضروا على جافا سكريبت، وهاد الشيما اختصار على جافا سكريبت ران تايم في المتصفح. بلا ما تحط الفوكس على هاد الشيما بزاف نقدر نشرحها في درس بوحدو. اللي بغيتك تحط الفوكس عليه وباش نبسطوا الفهم، المونكي باتشين هو فاش كتقرر تزيد تبدل ولا تحيد واحد الخاصيه من واحد اللايبراري ديجا مانستالي عندك. هاد اللايبراري كتسمى ديبندنسي، باللغه الانجليزيه هي when you want to extend modify or delete a default behavior in a dependency. عرفنا دابا اشنا هو المونكي باتشين، علاش خاصنا دابا نعرفوا كيفاش نخدموا بهذا التكنيك؟ لان ببعض الحالات دوك الباكيجز اللي كنخدموا بهم ما كيكونش فيهم كاع الامكانيات ولا الخاصيات اللي بغينا، ولا في بعض الحالات فاش كيكون خاصنا نصحو ولا نباتشيو واحد المشكله اللي تقدر تاثر على السكيورتي ديال الاب، وهذا الاب ديالنا كاينه في البرودكشن، دونك خاصنا نباتشيو داك الباكيج اللي كنديبونديو عليه ودغيا بطريقه صحيحه. كيفاش دابا كيدار المونكي باتشين؟ عندنا خمسه ديال الطرق بالتتالي. في الاولى كنديرو التغييرات اللي بغينا في الباكيج مباشره في النود موديولز، وفي الثانيه كنأكسيدو البروتوتايب ديال الموديول ديال الباكيج وكنإكستنديوه، يعني كنمابيو ليها التغييرات ديالنا. في الثالثه كناخدو واحد الفورك ديال الباكيج الاصلي من جيت هاب وكنديرو فيها التغييرات ديالنا، وكنخدمو بهذاك الفورك بلا ما نلونسي واحد البول ريكويست للمنتينر ديال اللايبراري، يعني الاضافات ما عمرها غادي تزاد في اللايبراري الاصليه، التغييرات غادي تبقى غير في الفورك. وفي الرابعه كناخدو واحد الفورك وكنديرو التغييرات في واحد البرانش، كنكري واحد البي ار ولا بول ريكويست وكنستناو المنتينر ديال هاد الليب اما يجي هادوك التغييرات ديالنا، الا بانوا ليه بطبيعه الحال غادي يديروا شي اضافه للمستعملين ديال هاد الليب. وفي اخر طريقه كنكتبوا واحد البروكسي اللايبراري الاصليه، وفي هاد البروكسي كنزيدوا الاضافات ديالنا. الطريقه الاولى ما منصحش بها نهائيا، الطريقه الثانيه والثالثه تقدر تخدم بهم ولكن فيهم بعض السلبيات. الطريقه الرابعه والخامسه هما احسن سيناريوهات وفي بعض الحالات كيكملوا بعضياتهم. نديرو دابا التيست الاول اللي ما ننصحش به. هذا هو البروغرام ديالنا، وفي واحد ديبندنسي اللي هي كالكوليتر جي اس اكزامبل انستاليا كاينه في نود موديولز. غادي نجيو هنايا وغادي نامبورتيو اللايبراري وغنديرو كالكوليتر فروم كالكوليتر جي اس اكزامبل. من بعد غادي انستونسيو واحد كالكوليتر اللي هي جديده. من بعد غادي نكري واحد فاريبل سميتها ريزولت، بغينا ناجوتيو كمثال 10 غادي واحد اد 10، بغينا من هاد 10 نحيدو واحد 5، ومن بعد بغينا نملتيبليو في جوج وغادي ناخذ الريزولت ديالنا. نافيشيو هاد الريزولت اللي عطاتنا 10، اقول لك كتعني بانه خدينا 10 نقصنا منها 5 اللي هي 5، ومن بعد ضربناها في جوج اللي هي 10. الا افترضنا هنايا كبغينا نزيدو واحد الخاصيه وحده اخرى، مور مالتيبلاي بغينا نزيدو باور اوف 2 اكسبوننت اوف 3، عطاني هنايا واحد ليرور قال لي كوم كوا هاد لي فونكسيون ما كاينينش. دونك اللي طرا بانه بغينا نزيدو واحد الخاصيات اللي ما كاينينش في اللايبراري اللي هما باور واكسبوننت، ونفترضوا بان بغينا نزيدو حتى موديلو، دونك نديرو موديلو اوف 2 حتى هي ما كايناش، دونك الا حيدت هادي وهادي غيعطيني حتى موديلو ما كايناش. دونك كاين ثلاثه ديال الخاصيات اللي ما عندناش، دونك الا حيدت ثلاثه ديال الخاصيات ما غيطراش لنا مشكل اونيفو ديال البروغرام وغادي يعطينا الحساب اللي هو صحيح. غنجي هنايا غندير كونسول لوغ ريزولت وغادي يعطيني 10، اين فوا غنزيد الخاصيات بثلاثه غيقول لي كوم كوا راهم ما كاينينش. دونك نحيدو هاد الخاصيات بثلاثه باش ما يعطيناش مشكل اونيفو ديال البروغرام. غيمشي دابا لنود موديولز وغيقلب على هاد اللايبراري اللي سميتها كالكوليتر جي اس اكزامبل، ومن بعد غيمشي لهاد الملف
وغادي يجيك مثال هنايا وغادي يزيد الخاصيه ديالو. نبداو بالاولى اللي هي باور، غنعطيوك ارغومنت فاليو، من بعد ديس توتال تايمز تايمز ايكوال فاليو وغنبداو نشوفو ديس، ومن بعد غادي ندوزو لهذاك اكسبوننت غنعطيوك ارغومنت هي فاليو ديس توتال، وغادي نخدمو بيلتين فانكشن اللي هي اكسب فاليو، وفي الاخر غنبداو نشوفو ديس، والاخر اللي هي موديلو غنعطيوها ارغومنت فاليو وغادي نحسبو بهذاك الموديلو سيمبل اللي هو برسنتج ايكوال فاليو، وفي الاخر غنبداو ديس. نطرح هنايا بانه زدنا واحد المجموعه ديال الخاصيات اللي هما باور اكسبوننت وموديلو او نيفو ديال هاد اللايبر اللي سميتها كالكوليتر جي اس اكزامبل، وكتسمى بان درنا واحد الاكستنشن، ما غير هو دخلنا اللايبرري وسط من نود موديولز وبدلنا الملف مباشره. نتيستيو دابا الكود ديالنا، غنمشي لهاد يوز باتش، اول وحده غادي ندير هي باور غنتيستيها، دونك عندي هنايا 10 10 باور اوف 2 هي 100، من بعد ندير هاد اكسبوننت وفي الاخر غندير موديلو، وهذا هو الحساب. دونك زادوا دوك ثلاثه الخاصيات. الطريقه اللي درنا فين فيها المشكل، الا حلينا كمثال الباكج دوت جيسون، هاد اللايبراري الفيرجن ديالها والاصدار ديالها 1.0.1، دونك الا افترضنا بان هاد الشخص زاد واحد الفيرجن اللي هي 1.2.3 كمثال، دونك اللي غادي يطرى من غتبغي تانصل انت هاد الباكج ومشي درتي فيه بعض التغييرات، سو خاصك اما تادابتي هذوك التغييرات ديالك لهذيك اللايبراري الجديده، ولا غادي تانصالي جديده وما غاديش يكونوا فيها التغييرات ديالك، وفي كلتا الحالتين خايبه، يعني ما خصكش دير التغييرات الاصدار الرئيسي بهذه الطريقه باش يبقى عندك ديما لاكسي للتحديثات. نرجعوا هنا للفيرجن الاصليه، نحيدوا التغييرات اللي درنا كاملين، دونك في الباكج الاصلي غادي نحيدوا التغييرات كاملين، ومن بعد غادي نمشي لهاد يوز باتش وغادي نحيد هاد الخاصيات لان ما غيبقاش عندنا لاكسي لهم. في الحاله الثانيه غنديروا المونكي باتشين عن طريق نكستنديو البروتوتايب، غادي نديرو في هاد الحالة واحد بروتوتايب اكستنشن، يعني غادي ناخدو ديك البلو برينت ديال الكالكوليتر وغادي نزيدو فيها الفانكشن باور، من بعد غادي نزيدو فيها اللوجيك ديال باور وغادي نشوف نيو ديس، وفي الاخر نتيستيو باور وعطاتنا في النتيجة 100. درنا مثال غير بالنسبة للباور، نقدرو نديرو نفس الطريقة بالنسبة للاكسبوننت وموديلو. الحاجة اللي وصلنا ليها بهاد الطريقة بأن ما قصناش في اللايبراري الرئيسية وبدلنا في الكالكوليتر بروتوتايب، نقدروا كاع نديرو هاد الخاصيات في واحد الموديل اللي هو سيباري ونخدمو به، ما غير هو كاين واحد ديزاين باترن حسن من هذا ديال البروتوتايب اللي غادي نكتشفو في الاخر. ندوزو دابا للحالة الثالثة، فاش غادي تفورك البروجيكت من جيت هاب بلا ما تكريي واحد البول ريكويست. مول لايبراري في هاد الحالة هو جيم بوي، لايبراري سميتها كالكوليتر دوت جي اس، دونك إلا دخلنا عليها وغادي نمشيو لفيشي سورس، غادي نمشيو هنا كالكوليتر دوت جي اس، غنلقاو بأن ما كاينش هادوك الخاصيات اللي هما باور و اكسبوننت و موديلو. دونك شنو غادي نديرو؟ دونك غادي نفوركي البروجيكت من هنا، من مورا هاد الفورك غادي ندير التغييرات ديالي. التغييرات اللي غادي طرا غنديرها في واحد الكوميت، الا جينا كنفيريفيو غنلقاو بان داك الكوميت اللي درتها انا زادت لي هذيك الخاصيات اللي هي باور اكسبوننت و موديلو. دونك عندي انا هنايا واحد الكوميت اللي زدت فيها هاد الخاصيه، كوميت هي هذه الاخرى extra calculation to calculate the power exponent، هما زدت هاد الخاصيات اللي عندي، ولكن ما درتش هاد الكوميت بلا ما نكري واحد البول ريكويست، يعني هادشي بقى عندي غير انا. ولا جيت انا لهاد الفورك عندي وغنمشي لهاد كالكوليتر دوت جي اس، عندي الخاصيه دونك عندي باور واكسبوننت وموديلو، ولا فيري فينا عند المينتينر يعني مول لايبراري ما عندوش هاد الخاصيات، راه واخا درت هاد التشينج يعني درت التغييرات كاملين ولكن ما لونسيتش واحد البول ريكويست، بقاو غير عندي نقدر نخدم بهم في البروجيكت، ولكن راه الا انستاليتو ب ان بي ام راه ما غاديش يعطيني هاد التغييرات. ندوزو دابا للحل الرابع، اللي من الفورك غادي نكريو واحد البول ريكويست. اللي غادي يطرا في هاد السيناريو بان غادي نكونو خدينا واحد الفورك ديال كالكوليتر دوت جي اس، ومن بعد غادي نكريو واحد البرانش اللي هي باتش، وفي هاد البرانش غادي نكوميتيو هادوك التغييرات ديالنا. دونك هادي هي الكوميت، دونك الكوميت شنو فيها؟ زدنا فيها الخاصيات، الخاصيات اللي هما باور اكسبوننت او موديلو، ومن بعد غادي نكريو واحد البول ريكويست اللي هي باور اكسبوننت موديلو كالكوليشنز اللي غادي توصل للمانتينر ديال الكود. فاش غادي ندوزو دابا للصفحه ديال المانتينر غيلقى بان وصلاتو واحد البول ريكويست، هاد البول ريكويست اللي هي باور اكسبوننت اند موديلو كالكوليشن، هو اللي غادي يحدد دابا واش غادي يزيد دوك الاضافات ولا لا. قبل ما غادي يزيدهم غادي فيريفي هاد الكوميت وغادي يشوف هادوك الاضافات اللي درتي، دونك غيمشي لهاد الكوميت وغيلقى فيها باور اكسبوننت موديلو كالكوليشنز، عند غادي يقرا كاع الخاصيات اللي زدتي اللي هي باور اكسبوننت اند موديلو. دونك يبقى لي هو يشوف واش هذاك الكود اللي زدتي غادي في التوجه ديال المشكل اللي كتحلو اللايبراري، الا مشات اكوردا هذوك التغييرات اللي درتي غيقدر يدير واحد الميرج بول ريكويست وغادي تزاد داك الكود في اللايبراري،
ومن بعد غادي يقدر كاع يبوبليا عنده في اللايبراري اللي هي اوريجينال اللي هي كالكولايدر جي اس اكزامبل في ان بي ام وغادي يبوبليها ويقدر يزيدها في واحد الفيرجن واحد اخر اللي كتعني بان هذاك الباتش غادي تزاد الفيرجن ديالو. دابا غادي ندوزو الحل الاخر اللي غادي نخدمو فيه بالبروكسي ديزاين باترن اللي غادي يخول لينا باننا نكري واحد البروكسي اللايبراري الاصليه ونزيدو الاضافات ديالنا. اول حاجه هي غادي نحلو الملف مونكي باتش وغادي نامبورطيو كالكولايدر من الباكيج الاصلي وغادي نزيدو واحد الكلاس اللي غادي تاكستاندي الكلاس الاصليه يعني اللي غادي تزيد خاصيات على الباكيج الاصلي سميتها كالكولايدر اكستاندد. من بعد نزيدو الخاصيات بثلاثه اللي بغينا ناكستانديوهم اونيفو ديال الكالكولايدر الاولى باور ثاني اكسبوننت والاخر عندنا موديلو. الثلاثه ديال الخاصيات هما اللي بغيناهم يتزادوا اونيفو ديال الكالكولايدر اللي هي اوريجينال. من بعد غادي نزيدو واحد البروكسي اللي غادي انترسبتي البيهافير ديال الكلاس كالكولايدر الاصليه وغادي مابي ليها الخاصيات الجداد يعني غادي انستونسي واحد الفيربول كالكولايدر بروكسي بالكونستراكتور بروكسي. اول ارغيومنت غادي تكون كالكولايدر اكستندد اللي هو التارجت اوبجكت وفي ثاني ارغيومنت الاوبجكت اللي غادي يكونوا فيه واحد المجموعه ديال البروبرتيز اللي غادي نمابيو ليهم البيهافيرز ولا الخاصيات الجداد. اول بروبرتي ديال هذا الاوبجكت هي كونستراكت اللي غادي نعيطوا عليها فاش الانستانس غادي تكري ديال الكالكولايدر بروكسي. فيها كارغيومنت تارجت اللي هو كلاس كالكولايدر اكستندد وارجز اللي هو واحد الاراي اوف ارغيومنتس. غادي نزيدو واحد الانستانس جديده ديال الكالكولايدر اكستندد عن طريق تارجت وغادي نعطيوها كارغيومنتس arcs spread operator اللي غادي مابي الارغيومنتس للكونستراكتور ديال الكلاس كالكولايدر اكستندد. وفي الاخر غادي نبتشوف نعمل بروكسي باش انترسبتيو الخاصيات الجداد ومن بعد غادي نكسبورتيو كالكولايدر بروكسي اللي هو البروكسي اللي غادي انترسبتي الخاصيات الجداد ديال الكالكولايدر اكستندد. نحيدو دابا من هنايا الباكيج القديم وغادي نامبورتيو البروكسي. دونك غنديرو واحد الامبورت وغنديرو كالكولايدر بروكسي ومن بعد غادي نانستونسيو واحد الكالكولايدر جديده بهاد كالكولايدر بروكسي. دونك نيو كالكولايدر بروكسي وغادي نتيستيو دابا الخاصيات بثلاثه نمشيو الاولى اللي هي باور من بعد نحيدو اكسبوننت ونحيدو موديلو والنتيجه صحيحه. الى وصلتي لهاد المرحله كتب لي في التعليق اشنا هو المونكي باتشينڭ.